وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، عضو مجلس النواب رئيس البرلمان العربي. سعادة النائب، بعد التحية، البرلمان العربي تبنى إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، فما هي الخطوات التي قام بها البرلمان العربي وكيف تم الإعداد لهذه الوثيقة؟ شكرا لك أخي الكريم. طبعا في البداية تأتي وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي إدراكا من البرلمان العربي للدور المحوري للتعليم، طبعا باعتبار عمان تقدم في الدول والمجتمعات العربية واحد أهم أسس الأمن القومي العربي. فالتعليم هو فعليا حجر الأساس لتنشئة جيل عربي واع ومستنير. لذلك احنا كبرلمان عربي عملنا على إطلاق هذه الوثيقة إيمانا منا بأن التعليم ركيزة مهمة، فوفقنا الله في إعداد هذه الوثيقة التي وصفها وزارة التعليم العرب بأن الوثيقة المهمة. طبعا ركزنا في إعداد الوثيقة دور واللي أخذ الدور كامل وضعناه في المقترح وناقشنا داخليا في البرلمان العربي. حرصنا على تقديم هذه الوثيقة وفق رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية في الدول العربية من خلال أمور عصرية مثل توظيف الفعال للتكنولوجيا والاتصالات والمعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز الاهتمام بتطوير التعليم الفني والمهني وربط مخرجاته بقطاعات الإنتاج المختلفة في سوق العمل. نعم. من الناحية الإدارية يعني عملنا على أن يكون في التعليم في اللامركزية طبعا. نعم. تفضل. نعم سيد عادل، بلا شك بأن مملكة البحرين تمتلك العديد من المقومات لاستضافة مثل هذه المؤتمرات، برأيكم لماذا تم اختيار مملكة البحرين لعقد هذا المؤتمر؟ طبعا يأتي هذا الاختيار انطلاقا من النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، وتقديرا لجهودها ومبادراتها الرائدة في مجال تطوير التعليم في ظل المشروع الإصلاحي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظ الله ورعاه ملك مملكة البحرين، والرؤية الحكومية رشيدة بقيادة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. يأتي إطلاق البرلمان العربي لوثيقة تطوير التعليم في العالم العربي مملكة البحرين تحت شعار البحرين بوابة تطوير التعليم في الوطن العربي. طبعا انطلاقا نكون مملكة البحرين تمثل تجربة عربية رائدة في هذا المجال، حيث يعد نظامها التعليمي أحد أهم الأنظمة التعليمية في الوطن العربي. وقبل عامين من الآن احتفلت مملكة البحرين بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي في البحرين، وحصلت البحرين على إشادات دولية كثيرة في مجال التعليم، وجلالة الملك لديه مبادرات كثيرة في هذا الجانب مثل مدارس المستقبل مثل كثير من الأمور. طبعا على مدار قرن من الزمن البحرين حققت إنجازات كثيرة تعليمية مشرفة أكدتها التقارير الدولية ونتائج الاختبارات العالمية، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي يولي حضرة صاحب الجلالة. فصاحب الجلالة يؤمن بأن تطوير المجتمع وتطوير العنصر يأتي من خلال التعليم، لذلك حرصنا كمملكة البحرين كالبرلمان العربي أن تكون نعم. مملكة البحرين هي انطلاق لهذه الوثيقة المهمة التي صادق عليها وزارة التربية العرب، والتي تم إقامتها بالتعاون مع كثير من المؤسسات الدولية والعربية والمنظمات الإقليمية. لذلك حرصنا أن تكون وثيقة شاملة تستفاد نعم. منها أغلب الدول العربية التي بلا شك باهتمامها في التعليم يأتي في المرتبة الأولى. نعم سيدي الكريم، لو تحدثنا عن أهم الموضوعات المدرجة التي سوف تتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر. طبعا المؤتمر سيعقد على مدار يومين، سخصص اليوم الأول للكلمات الافتتاحية لأصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وسيعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عمره إعداد الوثيقة، ثم جلسة عن واقع التعليم في العالم العربي، الممارسات الناجحة وتطلبات التطوير. نعطي فيها الفرصة للمنظمات الشريكة بتشخيص واقع التعليم في العالم العربي واقتراح الحلول للمشاكل والتحديات وعرض التجارب الناجحة لهم لنساهم في تعميمها على الوطن العربي.
ويختتم اليوم الأول بإعلان منامة إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي تحت شعار البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي. كل يوم التالي سيخصص لإزالة المعالم والصروح التعليمية بمملكة البحرين وطلع المشاركين على النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في مجال تطوير التعليم تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظ الله ورعاه ملك البلاد حفظ الله ورعاه. نعم نعم. سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي عضو مجلس النواب ورئيس البرلمان العربي، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.